دعوات لإسقاط الحكومة أطلقت في الاحتفال الذي أقيم في معرض رشيد كرامي في طرابلس بدعوة من تيار المستقبل في ذكرى 40 اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقها أحمد صهيوني. وقد عبرت الكلمات التي ألقيت من قبل نواب تيار المستقبل عن رفض أي حوار قبل استقالة الحكومة، موجهين الانتقادات لسياسات حزب الله. أن ابن هذا المشنوق توجه للرئيس ميقاتي متسائلا: ألم تتعب من وسطية نصف الكلمة ونصف الموقف؟ مؤكدا أن لا وسطية بين المجرم والضحية. وتوجه بالكلام أيضا لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: ببساطة واختصار ووضوح، نحن لا نرى في نصك السياسي غير الإهانة والظلم والقهر، باعتبارك الوحيد القادر على هذه الفضائل في لبنان وفي سوريا. الكلمات شددت على أن دعم الثورة السورية تهمة تشرف تيار المستقبل، ووجه أمينه العام تحية للثوار في سوريا: نقسم بالله العظيم أننا لن نهدأ قبل أن نجد المجرمين فوق أعواد المشانق، كما أخرجنا الجيش السوري المحتل في العام 2005 مرتعباً خائباً ذليلاً ثمناً لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري. سوف يكون ثمن دمائك الغالية يا حبيبنا وسام سحقهم في الانتخابات النيابية المقبلة. وكان مفتي عكار الشيخ أسامة الرافعي أكد أن منع الفتنة في لبنان يتم عبر تسليم المتهمين للقضاء، مؤكدا أننا لا نقبل أمنا بالتراضي أو بالصدق.